وفي خضم انتشار فيروس كورونا، تواصل الصين مجهوداتها للتحكم في انتشار هذا الفيروس ومحاربته، حيث استكملت الصين اليوم أشغال بناء وتجهيز مستشفى جديد في ووهان في ظرف قياسي سيخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا الجديد بهذه المدينة التي فرضت عليها السلطات حجرا صحيا بعد تفشي الوباء بها. وذكر تلفزيون الصين المركزي CCTV أنه تم تسليم المستشفى الذي بدأت عملية تشييده في 26 من يناير المنصرم إلى الفريق الطبي للجيش الصيني اليوم في مدينة ووهان، وصمم المستشفى لتوفير 1000 سرير لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الفيروسي بشكل منعزل، حيث سيتم نقلهم إليه ابتداء من يوم غد الاثنين. وذكر التلفزيون أنه بموافقة رئيس اللجنة العسكرية المركزية شي جين بينغ فالرئيس الصيني، فقد تم تكليف 1400 عامل طبي من جيش التحرير الشعبي الصيني بمعالجة المرضى في مستشفى هوشنشان ابتداء من يوم غد الاثنين.